هذا اللقاء يعتبر يعني لقاء لي مهم بالنسبة لنا كمؤسسة تعتني بوحدة حماية الطفولة، ونحن نقوم بالمواكبة الاجتماعية، المواكبة القضائية، والمواكبة أيضا الطبية للأطفال المعنفين أو المعرضين للعنف. دونك هذه آلية مهمة في إطار حماية الأطفال والحد من ظاهرة تنامي العنف المواجه ضد الأطفال. بالنسبة لنا كمؤسسة وحدة حماية الطفولة تمكننا من الاشتغال مع 1241 طفل خلال سنة 2022، وهذا كنتكلم على أزيد من 6000 مواكبة للطفل فيما يتعلق المواكبات الاجتماعية، المواكبات الطبية عن الطب الشرعي، الطب النفسي، ثم أيضا المحكمة الابتدائية، المحكمة الاجتماعية، وأيضا المحكمة ديال الاستئناف في إطار التبليغات والشكايات. قمنا بالتسجيل والتصريح بالحالة المدنية ل 70 طفل، وتم إدماج 31 طفل وإيداعهم، ثم قمنا بالوساطة لعملية تقريبا 89 عملية وساطة أسرية. نقوم أيضا بالتحسيس في إطار علاج اللي هو كنعتبره استباقي وقائي في إطار الحد من ظاهرة العنف ضد المواجهة ضد الأطفال. احنا اليوم كنشاركوا في هذا اللقاء الجهوي حول الطفوله بصفتنا كنسيروا مركز لدعم طلاب مدرسه اطفال ذوي الاعاقه الذهنيه بطبيب اونفا. الهدف من هذا المركز هو استقبال الاطفال ذوي الاعاقه الذهنيه في خدمات نهاريه تتوزع بين التربوي والطبي والشبه الطبي، وايضا هذا المركز كيساهم في التاهيل المهني للاطفال في افق ادماجهم في الحياه المجتمعيه العاديه.